حلقة جديدة من على بالك. أوه وصل الدواء تبعي، بس استنى هلا بنرد نعيد الفيديو. يسلموا، شكرا. هذا الدواء أعطاني إياه البياع بالصيدلية، حكى لي منيح للصداع. بياع الدواء اللي بالصيدلية، يعني صيدلاني ممكن، ما بعرف. بياع بياعين دواء، صرنا على آخر الزمن بياعين. طب لازم تحكي لنا عن تخصص الصيدلة. الصيدلة هو أحد التخصصات الطبية اللي كتير مهمة، بيساعد على تقديم العلاج والمساعدة للمريض. طبعاً هو علم مبني على الكيمياء اللي بربط بين الدواء والكيمياء والتفاعلات الدوائية. طبعاً لا ننسى الكيمياء العضوية اللي درسناها بالتوجيهي. شكلك نسيت يا زيد. شو نسيت؟ علم الأحياء يا زيد. والله علم الأحياء. علم الأحياء هو عبارة عن أناتومي، فسيولوجي، باثو. تتذكروا وحدة التوجيهية اللي أخذتوها عن الجهاز العصبي؟ نفسها غير تتكرر معاكم أول فصل إلكم بالصيدلة. طبعاً بعد الكيمياء والأحياء في عنا مواد تانية رح ندرسها، مثل علم الصيدلانيات وعلم الأدوية. شكلك نسيتي الكيمياء الدوائية. على فكرة ورانا شفت، هسا غريج وطاها وسلاف بيكملوا عنا. أساساً ما ظل كثير، راح نتكلم معاكم الآن عن مجالات عمل الصيدلة مع سلاف. لو أنت خريج صيدلة، فمجالات العمل بالنسبة إليك واسعة ومتنوعة، وبتشمل صيدليات المجتمع، صيدليات المستشفيات، مصانع الأدوية، شركات الأدوية والأبحاث الصيدلانية، مستودعات الأدوية، وآخر مجال هو مجال التعليم. طب أنا يا عمي بدي أدخل ماستر، بدي أدخل دكتورة، بديش بس بكالوريوس أكمل. احكي لنا سلاف، إيش في تخصصات ماستر ودكتورة؟ طبعاً تخصصات دراسات العليا للصيدلة كثيرة ومتنوعة، بس أبرزها الصيدلة السريرية والعلوم الصيدلانية. طب والله حلوة هاي الصيدلة السريرية، سلاف ممكن تحكي لنا أكثر عنها؟ أكيد. بتركز الصيدلة السريرية على إيصال الرعاية الصيدلانية في المجالات السريرية، بحيث بتشارك الصيدلي مع الطبيب في عملية العلاج، وبيكون عنده خبرة واسعة بالأعراض والمسببات وطرق علاج الأمراض. هو فريق شباب تطوعي صيدلاني تأسس عام 2017، متواجد حالياً في 14 جامعة حكومية وخاصة، هو أكبر فريق صيدلاني على مستوى الجامعات الأردنية. فريقنا كمان بيدعم وبيطور المهارات الشباب عن طريق لجان كثيرة متنوعة، منها اللجنة الثقافية واللجنة العلمية واللجنة التصميم. طبعاً إحنا بنستناكم فريقنا إذا تخصصتوا الصيدلة. بتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتكتبوا بالتعليقات شو رأيكم بتخصص الصيدلة، وما تنسوا تشاركوا هذا الفيديو مع كل أصحابكم، وبنشوفكم المرة الجاية.